وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة. أهلا بك دكتورة في نشرة أخبار الثالثة. حدثينا عن أبرز ما تم التطرق إليه خلال لقائكم مع وافد منظمة الصحة العالمية. في البداية أهلا وسهلا فيكم، وطبعا خلال هذه الزيارة تم التأكيد على أن ضمان الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وحمايتهم هي تعتبر أولوية دائمة بالنسبة حق وزارة الصحة، وعلى وجه خاص المرضى المصابين بالأمراض غير السارية. وكذلك تم التنويه بالجهود الوطنية المشتركة في مجال الوقاية من والسيطرة على الأمراض غير السارية، وكذلك على ما يتم تنفيذه من إجراءات وما تقوم فيه كذلك اللجنة الوطنية للأمراض غير السارية في مجال الحوكمة والعمل المشترك من أجل السيطرة والحماية من الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها. طبعا الخبراء منظمة الصحة العالمية خلال هذه الزيارة اللي امتدت 4 أيام أشادوا بالمستوى للإجراءات الصحية، وكذلك تم الاطلاع على تجربة مملكة البحرين الرائدة في مكافحة الأمراض غير السارية. كذلك تم مراجعة توصيات دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير السارية، وهذا من أجل يعني العمل يدا بيد مع طاقم وزارة الصحة والوقوف على الأولويات ومناقشة الخطط اللي سوف يتم تنفيذها خلال 2022-2023، وكذلك مثل ما شفنا اللي هو مناقشة أهم قصص النجاح المتعلقة بالمضي قدما في برنامج مكافحة الأمراض الغير السارية، وهذه طبعا لإخراج تجربة مملكة البحرين ومشاركتها مع دول الإقليم ودول العالم. كذلك في أثناء الزيارة قدم الوفد عدد من التوصيات من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك مع القطاعات الأخرى اللي ترتبط بتوصيات دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها، مثل اللي هي تسريع الخطة لتحقيق وتنفيذ الأولويات للأمراض المزمنة ودراسة جدوى عبء المرضى وتنفيذ التوصيات اللي وخطط العمل اللي تحقيقها، ومن خلال يعني التركيز على مسؤوليات كل جهة من الجهات الأخرى المرتبطة بهذه الدراسة. نعم شكرا. وطبعا أبدى الوفد كامل استعداد المنظمة لتقديم كافة السبل الداعمة للإجراءات والخطط للحفاظ طبعا على صحة الجميع في مملكة البحرين. نعم شكرا لك كل التوفيق. نعم لكم شكرا لك الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة، شكرا على هذه المداخلة.